بسم الله، نشوف ازاي مع بعض نرسم دراس. خلينا نروح لليفل 1 وهبدأ ارسم عمودين اساس نرسم دراس عليهم. استراكشر هقول له كولوم، هبدأ اختار الطيب اللي انا عايزه. رسمت واحد، اخده كوبي اهم حاجة الاعداد بتاعتهم تكون مظبوطة. ليفل 1 لليفل 2 تمام. طيب هبدأ دلوقتي ارسم في ليفل 2، بيظهرين عندي. اول حاجة اعمل شيك عليها كروب فيو، ظهروا همت تمام. ممكن اسهل على نفس الشغل لو انا عايز، في حاجة اسمها ريفرنس بلان، ده بحس ان انت تحدد هترسم على اني. ممكن ترسم ريفرنس بلان، ترسم الحاجات على ريفرنس بلان بتاعتك، ريفرنس بلان تمام، وتبدأ ترسم من هنا لهنا. ما ظهرش، اول حاجة افكر فيها الفي في، اروح للنوتيشن كاتيجوري اقول له ريفرنس بلان، الاقي ان هو مش معمول له تشيك فابدأ اظهره. تقدر تديله الاسم اللي انت عايزه وليكن مثلا REF، ده بحس ممكن في اي وقت تقول انا عايز ارسم على ريفرنس بلان مش عايز ارسم على الليفل 2 مثلا. طيب هاجي بعد كده اقول له تراس، بيقول لي الفاميلي مش هتحملها، فاقول له حملها لي. ابدا اختار اي حاجه شايفها كويسه في الشغل بتاعتي. هي ما تلاقي الفاميلي متنزل في البروجرام داتا اوتو ديسك ريفيت لايبراري، تقدر تختار بقى الدوله اللي انت عايزها وليكن مثلا ستراكشر تراسز، وليكن مثلا اختار حاجه بالشكل دوت. ماشي، بيقول لي حمل التاج، اقول له اوكي. لو انت عايز تحمل التاج ممكن ما تحملش التاج وتكتب بعدين، اقول له ستراكشر، ستراكشر تراس تاج تمام. هبدا ارسم تشين دي، لو انا عايز اخلي تراس ورا بعض يتوصلوا مع بعض. ده البيسمنت بلان، هترسم على البلان، اقول له مثلا من هنا لحد هنا. تقدر بقى تدخل تشوف الشغل بتاعك وتعدل على الشغل سواء في 3D او في السكشن تمام. خلينا نبص عليها كده في 3D. هو حط التاج ستاندرد اهوت. طيب انا شايف ان الصورة مش واضحة تمام، ممكن دي خاصة بموضوع اعداد الطباعة. طب لو انا عايز اخلي الصورة افتح، هاجي هنا ادخل في الجرافيكس ديسبلاي اوبشنز، هلاقي عندي حاجة هنا اسمها اللايتنج، تقدر تعدل في شدة اضاءة الشمس بحيث تبقى افتح شوية. امبليمنت لايت تمام. طيب لو انا عايز اظبط بقى موضوع القطع دوت، فهخش في موديفاي، هلاقي كوب، شوف ايه اللي انا عايز اقطعه وعلم عليه الاول، وبعد كده اعلم على الحاجه اللي هتقطعه. يعني هنا اهيت، فلاقي عمل لي القطع بالشكل دوت. ده على سبيل المثال. ولو انت عايز تعدل في اي واحد فيهم، قرب منه ودوس تاب يتعلم عليه، فتقدر تعمل له امبن وتقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز.